هالو كي جي تو today we will take connect. النهاردة حبايبي هناخد مع بعض connect. هناخد the last unit الوحدة الأخيرة unit 8. its title عنوانها my summer games. my summer games يعني ألعابي الصيفية. النهاردة حبايبي اليونت بتاعنا يونت ترفيهي كله عن ألعابنا اللي احنا ايه بنحب نلعبها في الصيف. يلا نشوف الفوكابلوري بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن الألعاب. يلا نعرف ايه هي. أول جيم عندي النهاردة يا أصحابي بايك. بايك دراجة، ودي اللي احنا بنحب نركبها قوي سواء أولاد أو بنات. بايك دراجة. وكمان الجيم التانية عندي النهاردة كايت. كايت طائرة ورقية اللي أنا بنحب أطيرها. ايه كمان تاني شايفين يا حبايبي مع بعض؟ سكوتر. سكوتر اللي هي ايه؟ لعبة الاسكوتر اللي احنا بنحبها. كمان معانا لعبة سلايد. سلايد هي ايه؟ الزحليقه اللي احنا عندنا في المدرسه منها او بنلعبها بره فين؟ في البارك في الحديقه، اسمها سلايد. ودي صوره سوينج. سوينج يعني ارجوحه. المرجيحه اللي احنا كنا بنحب نلعبها اسمها سوينج. واخر صوره معانا صوره ترامبولين. ترامبولين اللي هي النطاطه، عباره عن دايره كبيره من الحديد وفيها من جوه مطاط بتنط عليها وتفضل ايه؟ تنط لفوق ولتحت. دلوقتي جمعتنا مع اللايف سكيلز. هنتعلم يا حبايبي النهارده ليتس بي سيف، هيا بنا نكون في امان او امنين. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض هناخد ايه. اول حاجه عندي يا اصحابي بايك. لما نيجي نركب الدراجه يا اصحابي ما ينفعش ابدا اركبها في اماكن مزدحمه، ما ينفعش كمان انط بالعجله بتاعتي الاماكن ايه بمسافه عاليه، وكمان لازم لما احب اركب العجله بتاعتي لازم اكون لابس خوذه في راسي علشان يا حبايبي ايه لو وقعت دماغي ما تتعورش. ايه كمان تاني قدامي؟ شايف كمان السكوتر. السكوتر كمان لازم لما اركبها انا عارف ان انا بركبها بايه؟ بقدم واحده. لازم يا حبايبي لما اكون راكبها اكون في توازن ما بيني وما بين الارض، كمان ما اركبوش في اماكن مزدحمه. ايه كمان قدامي من الجيم؟ قدامي ترامبولين. ترامبولين النطاطة لازم يا أصحابي لما أجي ألعب بيها يكون في مسافة ما بيني وما بين أصحابي علشان ما فيش حد فينا يتخبط. كمان يا حبايبي لما نيجي ننط ننط بالراحة قوي علشان النطة ما تحدفتكش في مكان بعيد وتتعور. ودلوقتي جمعتنا مع الفونكس الصوتيات. النهاردة يا أصحابي هنراجع على كل الليترز اللي أخدناها خلال السنة الدراسية. جايبين النهاردة الليترز بتاعتنا وكمان جايبين صورة من أصحابها علشان تفكرنا بصوت الليتر. يلا مع بعض نشوف الأول. ليتر A A أبل تفاحة. B بوك كتاب. C كار سيارة. D دول عروسة اللعبة أو الدمية. E إليفانت. F فلاور. G جيتار. H هلو. I انسكت حشرة. J جاكيت. K كيك يشوت الكورة. L لايون أسد. letter M مامي. letter N نوت. letter O أورنج. letter B بيانو. Q كوين ملكة. R روبوت إنسان آلي. S ستروبري فراولة. T تيدي بير الدب اللعبة. U أمبريلا. V فيت. W ووتر. X سكس. Y يوغرت زبادي. Z زو حديقة الحيوان. يبقى احنا كده حبايبي رجعنا على كل الليترز اللي احنا اخدناها ايه خلال السنة الدراسية. دلوقتي هناخد connect with miss. learn numbers with busy bee. النهاردة هنتعلم ايه؟ باقي النمبرز بتاعتنا مع البيزي بي. يلا نبدأ مع بعض النمبرز بتاعتنا. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى
يبقى احنا كده خلصنا النمبرز بتاعتنا. دلوقتي let's learn about words. هيا بنا نتعلم بعض الكلمات. هنفتكر مع بعض يا حبيبي السيلابلز، المقاطع الصوتية اللي احنا اخدناها مع بعض في يونت 6. طيب يا ميس يلا بنا كده، احنا كنا بنقول ان في كلمات بتتكون من 1 سيلابل او 2 سيلابلز او 3 سيلابلز، ايه المقاطع؟ طيب تعالوا كده نقول مع بعض. انا هقول لك الكلمة وانت فكر بتتكون من كام سيلابل. اول حاجة معانا كلمة swing، يلا سقف كده كلمة swing وقول لي بتتكون من كام سيلابل. يلا يا صاحبتي قولي لي swing. one syllable، لان انا لما جيت قريتها swing قريتها مرة واحدة. برافو عليكي، سقفناها على سقفة واحدة. طب ركزي معايا بقى في الكلمة اللي جاية دي عشان صعبة شوية. ها trampoline، بصي كده trampoline، يا ترى بتتكون من كام سيلابلز؟ تتكون من 3 سيلابلز. trampoline 3 syllables، قسمتها على 3 مقاطع. برافو عليكي. يلا اخر كلمة معانا سكوتر. سكوتر قسمتيها على كام syllables؟ سكوتر قسمتها 2 syllables، تكون من مقطعين. برافو عليكي. يبقى حبايبي ازاي نقسم الكلمة بتاعتنا المقاطع؟ انطقها الاول واحدة واحدة كده واشوف الاول سقفتي هتسقف على كام، ايه على كام مقطع. دلوقتي معادنا مع كونكت ويز سوشيال ستاديز اللي هي ايه؟ الدراسات الاجتماعية. Let's stay safe. Let's stay safe. يلا بينا كده نتعلم ازاي نكون ايه في امان. نمبر 1 جايب لي هنا صورة شخص بيعمل ايه؟ بيأمرني او بيعرفني ان هو through trash hair. يعني ايه through trash hair؟ يعني القي القمامة هنا. لما اكون ماشي في الشارع واكلت حاجة حلوة او في ايدي اي كيسة وعايزة ارميها، مرميهاش كده في الشارع يا حبيبي. نعمل ايه؟ نتعود ان احنا ندور الاول على الباسكت ونرمي فيها ايه trash. trash اللي هي القمامة. through يعني القي، يبقى through trash hair القي القمامة هنا. يلا نشوف نمبر 2 هيقول لنا ايه. كمان يا اصحابي عندي اللافتة التانية don't throw trash، يعني ما ترميش القمامة. don't throw trash. نمبر 3 بيقول لي walk. walk يعني امشي. امشي امتى حبايبي؟ لما طبعا اشارة المرور بتاعتنا تبقى منورة باللون الاخضر بنعمل ايه؟ walk يعني نمشي. ساعتها العربيات طبعا هتقف واحنا في اللحظة دي نعمل ايه؟ نعدي الشارع. اوعى تعدي الشارع ابدا طول ما العربيات ايه؟ ماشية. نمبر 4 stop. stop معناها قف، ودي يا اصحابي بنشوفها في الشارع لما يكون لون الاشارة احمر، لازم ان احنا نتوقف، ما ينفعش ان احنا نعدي. stop توقف. واخر حاجة معانا جو. جو يعني ها امشي او اذهب. طيب تعالوا كده مع بعض، يبقى جو بتساوي بالظبط فوق ايه كلمة ووك. يبقى انا امتى همشي؟ همشي لما يكون اشارة المرور بتاعتي اللمبة لونها ايه اخضر نورت، يبقى في اللحظة دي انا ايه هعدي الشارع او همشي والعربيات هتكون واقفة. look and say right يعني ايه؟ يعني هننظر ونقول وبعدين نكتب اول حرف بيبتدي بيه ايه الكلمه بتاعتنا او السؤال اللي جايبها لنا. طيب تعالوا نشوف كده، اول حاجه معانا صوره سوينج وهو حللها لنا ومسهل علينا، وقال ان سوينج بتبتدي بليتر اس. طيب السؤال الثاني صوره امبريلا، يا ترى بتبتدي بليتر ايه؟ امبريلا يا اصحابي بتبدا بليتر يو، يبقى انا هكتب عندها ليتر يو. طيب السؤال اللي بعديها صوره ترامبولين، ترامبولين يا ترى بتبتدي بليتر؟ ترامبولين ت ت ليتر تي. برافو عليكي. يلا الصورة اللي جنبها اكس راي. اكس راي يا بتبتدي بليتر ايه؟ ليتر اكس. اكس 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 راي ليتر اكس. يلا نشوف الزجاجة اللي قدامنا فيها ووتر. ووتر يا ترى بتبتدي بليتر؟ ليتر دبليو. ووتر. حمار وحشي يعني زبرة. زبرة بتبتدي بليتر؟ ليتر زد. دكتور الحيوانات او الطبيب البيطري اسمه فيت. فيت يا ترى ساوند ليتر ايه اللي بدات بيه ده؟ فيت ليتر في. واخر صوره معانا دي لعبه يويو، اللعبه اللي انا بحبها يا يويو، بتبتدي بليتر؟ ليتر واي. Thank you.
ودلوقتي جمعتنا مع قطار الشطار. يلا نشوف السؤال بتاعنا بيقول write the word، اكتب الكلمة. ارجع يلا للفوكابلوري بتاعتنا وراجع الكلمات كويس جدا، وما تنساش تكتب اسمك وفصلك. goodbye. Thank you.